وبالحديث عن العطش وشهر الصيام، يعتبر إذن رمضان فرصة للعديد من المدخنين على الإقلاع عن التدخين. هشام خيراتي وتفاصيله. كثير منهم من يهمون بالإقلاع عن عادة التدخين خلال الشهر الفضيل بإرادة قوية، إذ يعتبر رمضان فرصة سانحة لهم لترك السجائر. إنه ممكن الناس تبطل الدخان برمضان أو تحبس الدخان، اللي بصوم 17 ساعة ممكن إنه يبطل الدخان، وباعتقاد الشخص ممكن يبطل الدخان برمضان وبغير رمضان. المهم يكون الإنسان عنده الإرادة ولا فولونتي. باسكو تسمى كي تصوم تنسى الدخان، صح؟ تنسى تنسى على علاش، بيسك جوع وتعطش، وبعد الموك تاع الماء والموك تاع، وبعد تنسى الموك تاع الدخان، فاهم؟ شغل الموك تاع الدخان يجي طروازيا ولا كاطاريا. أكثر من 16 ساعة يقضيها الصائم دون سجائر، فبإمكانه العدول عن عادة التدخين بكل بساطة بعد الإفطار. الفرصة السانحة اللي لازم يستغلها الإنسان هو أنه يقدر يستغنى عن السيجارة لمدة تقريبا 18 ساعة، وإذا كان وصل باش يستغنى عليها مدة 18 ساعة، أنا نظن بقليل من الإرادة برك يقدر يستغنى عليها، يعني في 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 حياته، لأنه كاين عامل بسيكولوجي، ما يقدرش الإنسان يتصور روحه في رمضان يتكيف. جميل أن يغتنم الصائمون فرصة رمضان الكريم من أجل التخلي عن عادات سيئة مثل التدخين الذي يعود على صاحبه بالضرر الكبير.